استقبال خاص جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في مدينة العالمين الجديدة. الأجواء بشكل عام كانت مبهجة. الاثنين تفقدوا مهرجان العالمين الجديدة، وخلال الجولة الرئيس السيسي أصر على أنه هو اللي يسوق العربية خلال الجولة، واللي شملت بعض من أهم معالم مهرجان العالمين الجديدة. والاثنين اتفرجوا على مباراة كرة القدم في أحد ملاعب العالمين وسط المواطنين، واللي طلبوا إنهم يتصوروا مع الرئيسين. السيسي وصف الشيخ محمد بن زايد بأنه ضيف عظيم وكريم جدا خلال استقباله ليه. وبشكل عام الزيارة دي تعتبر انعكاس للعلاقات المصرية الإماراتية، واللي بتشهد توافق في مختلف الملفات الإقليمية والدولية. الشيخ محمد بن زايد متعود في الوقت ده من كل سنة إنه يزور مصر عشان يستمتع بالأجواء الصيفية على السواحل الشمالية المصرية.